الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله أكبر. الله أكبر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة
فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله. كتاب الإسماعيلية hari ini hari yang ke-15 dan malam ini malam yang ke-16. Alhamdulillah kita boleh sujud pada Allah Ta'ala. Nabi pesan kepada umat dia, kepada sahabat dia, alaika bikasratis sujud, dan hendaklah kamu banyak sujud pada Allah Ta'ala. Fa innaka la tasjudu sajdatan illa rafa'allahu biha. Karena kalau kita tak sujud, kalau kita sujud satu sujud ni, Allah Ta'ala akan angkat darjat kita. Wa hatta anka sayyi'ah, dan Nabi akan apun, Allah Ta'ala akan apun dosa kita. Pasal tu alhamdulillah tu yang besar bagi kita hari ini ni, hari puan pramen tua rau eng wa 15 wan deun Ramadan ti phan ma rau phan hru yang, kita berubah ke dak? เรามีการเปลี่ยนแปลงไหมอีเมลคิตาตั้มบ่ก็ดอกแต่การุ่นลิมบลาฮารีนี่อีเมลคิตามาเซสุปอนงาบุเลชาวาสุปอบุเลราจับคิตาคณะเช็คสมุลังแต่แต่ปีฮารีนี่การุ่นอีเมลคิตามนิกะคิตาคัตตาอัลฮัมดุลิลลาห์แต่คานออีเมลสอกเรียนตัดดิดาเลบุเลรอมาตอนดิตัดดิเตปะเมตาเดียมุสิงสอกโมkegunaan kita dalam rumah tangga, tak ada api gapo, tak ada mesak meta duk luar musim. Supo tu juga dalam bulan Ramadan kita duduk buat kicakan semayan ibadat semua tadi, meta iman kita tu kena naik. Nah, pen pai mai dai rau lamat, rau tam ibadat, rau sujud, tewa iman kong rau nan ko ju 50%. Lagi tak leh aku tu. Nah, alhamdulillah hari ini ni kena apa saya kata sanilah kena prakmen molek malam ini. Nah, เพราะเรายังมีเวลาอีกน้อยมากอีก15วันก็หมดเดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลลาห์มารวะก็มุกินะติปะ kita dengar saat ini imam baca dalam suratul kahfi, walaupun ayat yang saya nak ayat ni dah imam baca dah kemarin, tapi besar hak besarnya dalam suratul kahfi ni ada beberapa perkara. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi sendiri. Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala cerita innam fityatun amanu birabbihim wazidinahum huda. Kulum kon pu wairun ที่ยอมที่จะถอนตัวออกจากประเทศของตนเพื่อศาสนาของ Allah, ยอมมาสู่กัว tapi so akhirnya dia lah orang benar, dia lah orang jaya. Kita tak kecek tu. Dan juga di dalam Ashabul Kahfi ni juga ada sahibul jannatain, seorang lelaki yang ada dua kebun dan kebun dia tak ada mempunyai hasil banyak, tapi akhirnya dia kufur pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala hancurkan semua kebun dia. Dan juga di dalam surah Kahfi ini juga ada juga kisah Nabi Musa dengan Khidir dan juga Zulkarnain.
Jadi benda-benda ni Allah Ta'ala cerita tidak ada dalam kitab lain melainkan Quran yang ada ayat benda ni. Sing ที่ เกิดขึ้น ก่อน หน้า นี้ สี่ เรื่อง ที่ เกิดขึ้น ใน อัลกุรอาน ที่ Allah Ta'ala ได้ กล่าว ออก มา นั้น ได้ กล่าว ได้ บอก เรา นั้น เป็น สิ่ง ที่ เกิดขึ้น จริง นะ Adapun hak malam ni yang saya nak kecek เรื่องราว Nabi Musa กับ ท่าน Khidir Khidr bang ulama bahawa เป็น Nabi bang ulama bahawa เป็น Abdun Salih ใคร ที่ อ้าง ว่า Khidr yang mi chiwit yu mai thuk tong nah Nabi Khidir mati dah kalau kata Nabi nah เพราะ ผม ได้ ฟัง ulama จาก ประเทศ อียิปต์ เขา ว่า ถ้า Khidr yang mi chiwit yu แน่นอน ท่าน จะ มา พบ กับ ท่าน Nabi Musa กับ ท่าน Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam เพราะ ท่าน Nabi Muhammad คน ที่ ประเสริฐ คน ที่ ดี เลิศ เป็น ไป ไม่ ได้ คน อื่น ไม่ พบ ไม่ มา พบ กับ ท่าน Nabi Muhammadทั้งในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดไม่เคยมีคิดมาพบกับท่านนบีมุฮัมมัดบ่งบอกว่าคิดนั้นเสียชีวิตไปแล้วสตงอ์ดิยะกัตโตคิตอมาไลลาตุกอดานีนบีคิดเดมารินอจุปองกับคิตอดอกไปตอเกพอตัวกัตโตมาไลกะตูรุนตูดิยะตออยากกัตโตนอจุปองนบีคิดเดนะคอมมุสลิมีนยังดอรอห์มะตุลลอฮ์กิสซอห์ญอNabi Musa ได้บรรยายได้สอนกับบันิอิสราเอลครั้งหนึ่งแล้วก็นบีมูซาถูกถามว่ามีใครไหมที่อาลิมในโลกนี้อายุนนาซีอาลัมนบีมูซาก็ตอบว่าฉันนบีมูซาไม่ตอบว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาอัจญาถึงแม้ท่านนบีมูซาเป็นนบีเดี๋ยวต้องเลยความรู้นั้นจากอัลลอฮ์อัลลอฮุอาลัมถึงแม้เราจะมีความรู้ขนาดไหนจะจบด็อกเตอร์จะจบอะไรก็ตามความรู้ที่เรามีอยู่นั้นมันเล็กน้อยเหลือเกินนะซูมออิลมูตะดีอัลลอฮุอาลัมอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ทรงรู้อัลลอฮ์ตะอาลาลมหาเมงตาวีด้วยคํานบีมูซาบอกว่าฉันอัลลอฮ์ตะอาลาจะทดสอบให้นบีมูซาว่ามีคนหนึ่งที่รู้มากกว่าเจ้ามูซานะมีคนหนึ่งในโลกใบนี้รู้กว่าเจ้านบีมูซาดุตัสดะห์ลาลูอันนี้เป็นซิฟาตคนที่ดีเขาจะต้องศึกษาถึงแม้เป็นนบีเองถ้ารู้สึกว่าตนนั้นยังขาดความรู้จะต้องหาคิตานี่มาชาอัลลอฮ์ดุกุนโนฮ์ละอะพอตะดิกาอิตุลากิสมัยยะมีสมัยยะดุกุนโนฮ์ตุลากิตะฮาวซาลอฮ์ตะซาลอฮ์รู้สึกว่าเก่งอยู่แล้วซุบฮานัลลอฮ์ความรู้จะต้องหาจะต้องศึกษาตลอดต้องงัดที่สมองแต่นบีมูซายอมที่จะเสียเวลาแล้วก็เดินทางไกลจะไปพบครูคนนี้อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าครูคนนี้จะอยู่แถวนั้นจะอยู่มัจมะอัลบะฮ์รอยนีสถานที่สองแม่น้ำสองทะเลมาพบกันที่ไหนเราไม่ทราบอัลลอฮฺอัลลัมแล้วก็นบีมูซาพอไปพบกับอาจารย์คนนี้ก็อันดับแรกก็คือต้องการความรู้สิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้สอนกับนบีกับท่านไคเดรท่านบอกว่าฉันจะศึกษากับเจ้าความรู้ของไคเดรอิลมุลดุนนีอิลมุลไกบเดี๋ยวฟังเองความรู้ที่นบีมูซาเราเรียกว่าความรู้ตัชรีอีเรื่องศาสนาอุลามะบอกว่าความรู้ทั้งสองนี้อะไรดีกว่าความรู้ละดุนนีหรือว่าความรู้ตัชรีอีที่อยู่กับท่านนบีมูซาแน่นอนความรู้ที่อยู่กับท่านนบีมูซามีอยู่นั้นเหนือกว่าความรู้กับท่านคิดิรเพราะความรู้กับนบีมูซามีกิตาบมีเตารอตนบีมูซาดียะดะกิตาบเตารอตนบีคิดิรตะดะชุมอิลมุอัลลอฮ์ตะอาลาญักดียะอิลมุละดุนนีซาจาKita Allah ni pakat cari ilmu ladun ni tapua masuk bukit nak cari benar la ilaha illallah. Quran ni you lah mai tang seksa yang eun. Nah mengaji buat kita tapua tak ada arah dah. Nah mudah cahaya kita. Nah ada mau kata sini keramat gi cari tempat keramat. Tak ada arah. Nah. Jadi ulama bahawa Nabi Musa nan ความรู้ของ Nabi Musa มีค่ามากกว่าความรู้ที่มีอยู่กับท่าน Nabi Khidir. แต่ว่า Nabi Musa ก็อยากจะศึกษานบีมูซาเมื่อได้ถามนบีไคเดรว่าฉันอยากจะศึกษากับท่าน
นบีมูซาบอกว่าวะอัลลัมนาฮุมมิลลัดุนนาอิลมาอัลลอฮ์ตะอาลาให้กับนบีไคดิรความรู้อิลมุลัดุนนี่นบีมูซาก็ว่าฮัลอัตตะบิอุกะอะลาอันตุอัลลิมานีมิมมาอุลลิมตะรุชดาฉันยอมที่จะตามเจ้าแต่ปีเงื่อนไขคุณจะต้องศึกษาแล้วก็สอนให้ฉันกิตอนี่กะลูกครูเบเกครูกะตออันอกิตอตอฮัดดูปะฮุมะฟาสูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่masyarakat sekarang ni kru kata sikit ya anak kita salah cirak-cirak tapi balik jadi supo kru salah mi setan tineng anak dia jatuh ngaji dia kata sebab kru bodoh anak dia jatuh la ilaha illallah maiman kata nabi khidir khidir kat musa dia kata saya nak ajar tak apalah saya nak ngaji tapi khidir kata buat คุณจะศึกษากับฉันได้แต่จะต้องมีเงื่อนไขคณะดะชาระเอานักงาจีนักอาสุอุมาสกอลนี่คณะดะชาระกิโตนักเบบะนักวิบลากอทัลิปงปนักวิเฟซบุ๊กนักวิอันนักกิโตอาจจะคุณเลยมาสุเอฟุลอดาเลปอนด์นักวิอันนักกิโตสเน่เน่แต่พี่นบีมุสลิมเขาบอกนักขยี้เขาบอกฟะอินิตะบะตันีฟะลาตัสอัลนีอันชัยอินฮัตตาอุฮดิษะละกะมินฮุซิกรอถ้าคุณจะเรียนกับฉันอย่าถามฉันนะโอ้งาจิตอะไรตันอยู่เปล่าก็งาจิตยังไงตันอยู่มูฮิตอนี่รู้นะนบีมูซาตักพอทีมอนบีมูซาทีมอมาตอนนอกอิลมูนี่นะฮอกเดียนตะกี้ตะเกียวสมุลานะแต่ว่าเงื่อนไขแรกๆเราจะต้องรับคณะทีมอนะทั้งสองก็ขึ้นเรือมุลาเรฮละในเปล่าduduk atas mucung perahu sebagaimana sahih Bukhari ayat narayngan cak hadis Bukhari minuk tua neng lako dim nam cak me nam ti tun day pan khun rue perahu honak lakoh tadi ada burung duduk atas mucung perahu tu celuk mucung dia dalai Tan Khidir bawa oh Musa kuam ru chan kap kuam ru jau nan meun kap apa nam ti nuk dim cak me nam no sutin Nabi Musa นะความรู้ฉันกับเจ้านั้นแค่น้ำที่เข้าปากนกเท่านั้นพอนบีมูซาโอ้เดียตาวดุไอ้กิตอนบีมูซาโอ้กิตอนนี่ต้องเลี้ยงกาจัสิกิต้องเลี้ยงกาจัสิกิไอสมัยต้องโนบจิกเลชโจงนะไอพาดาบลักเก็นต้องมาสู้ลากิคักิเลชโจงกิตอนะยดิบอนไอพระอูตันดินบีเคเดรท่านเคเดรก็punah perahu tadi cocoh perahu tadi tembuh Nabi Musa kunti pen Nabi dia rap ไม่ได้ benar sing ที่ไม่ดีเขารับไม่ได้ต่อหน้าต่อตาท่านถึงแม้มีสัญญาอยู่แล้ว Nabi Musa dia tak leh สัญญา benar silap tak leh nah Nabi Musa ก็ถามว่า nah qala Nabi Musa qala ก็ถามว่า qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra ทําไมคุณทําให้เรือเสียด้วยเรือคนนี้เขาทำมาหากินแล้วเขาจะทำมาหากินที่ไหนล่ะไม่มีเรืออีกแล้วนบีเคยเดียกเขาตอบว่าอัลัมอะกุลละกะอินนะกะลันตัสตะติอ์มะอิยะซอบรฉันบอกแล้วนะคุณอย่าทำฉันคุณไม่ซอบาร์กับความรู้นี้นบีมูซากะตะฟะละกอลละตุอาคิซนีขอโทษด้วยมาละนักงานที่หลักเดียวนะคุณนอตำนี่ก็ไม่มีปัญหาจะเรียนถ้าดอกพอฟันตอละกอกีลักก็ราวตะดิผ่านอีกหมู่บ้านหนึ่งฮัตตาอิซาลักยากุลามันฟะกอตะละเด็กเล่นsebagaimana dia la rewaya budak-budak dok main tu nabi khadir ni pegang pisah peboh budak tu leh dek suaima budak nyanguk nabi musa kelih terkejut nah nabi musa fatam wa qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs tamai kun tong ฆ่าเด็กคนนี้ด้วยโดยไม่มีสิทธิใดๆلقد جئت شيئا نكرا كنت تمبيت ไปแล้วนะอันนั้นมูเรตโกโก้ boleh tapi beradab apa panggil nah ไม่มีปัญหาคิดตอนนี้ kalau jadi anak murid tak boleh royak guru nah tak boleh kalau salah sikit nak terima tak boleh nah kita pakai garang lebih pada demo ada pakai ayat garang tu tak ada pakai ayat gula dok nah nabi khidir qataba alam akul laka innaka lan tastati' ma ya sabra kun mai sama ti cak sabar utun kat canda nah apa nabi musa kata qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni khidir kata ta kun tam chan kram ti sa kun cak seksa kat chan mai dai la ka kena syarat dah tak leh dah nah napa telajuk ni
นะปัตุฟันตะละกอฮัตตาอะตายาอะตายาอะห์ลากอริยานิสกอริยะอิสตอตอมาอะห์ลาฮานบีมูซางะเกดมาริจาเลปนะจักสัตจักสปาจักตุกะปุลาปามิตอกมาเกนเนดูยูฟอริปังกิKita tak kon เดินทางมาพระสัตว์ di dalam Islam คนที่เดินมาทางไกลเราสามารถจ่ายซะกาตให้กับเขาได้อิบนุสซะบีลพระสัตว์ kita เห็นคนเดินทางมาไกลไม่ผิดเราเชิญเขามากินข้าวมาดื่มน้ำโดยเฉพาะคนต่างชาติมาริปะอิตาซะดะซัลลอฮ์ kita jok dia orang mari jauh okey Nabi Musa gimito makan ni fa abau an yudayifuhuma orang kampung tu kupi tak sempat belakang dia.Tak ada siapa terima, ada juga. Nah. Bahwa jada fiha jidaran yuridu an yang qadda fa aqamah. Jalan tu bik kapung tadi, kelih kap mirua calum. Nah, pagar tu nak utuh dah. Nabi Musa, Nabi Khidir pun dibangun tadi. Nah. Qala law syi'ta latakhadhta 'alayhi ajra. Nabi Musa tanya, kalau ambil gaji pun molek demo tak makan ni kita minta demo tak widah. Gaji demo kata Nabi Musa. Musa kata kada gaji demo bang buat apa orang leh. Kalau gi minta gaji molek kepada demo ni kita leleh-leleh ni. Nah, ka tamngan je tong mi ka top ten. Nabi Khidir kata, hadza qala hadza firaqu baini wa bainik. Ni cop lah nah. Tiga kali soalan, pasal tu dalam hadis kata ถ้าท่านนบีมูซาอดทนอีกเราจะได้รู้ว่านบีไคเดรอีกมากมายที่อัลลอฮฺตะอาลาสอนให้กับเขาสิ่งที่เราไม่รู้แต่ว่าในซูเราะห์นี้แค่3อย่างเท่านั้นเพราะนบีมูซาทนไม่ได้โอเคนบีมูซาโอเคนบีนี้ที่มอตะลิสิ่งที่รับไม่ได้เขาจะต้องถามแล้วก็จะต้องทดสอบซายานยอกิตานะอันนอกิตอสิ่งทำสิ่งที่ผิดเราไม่ตะดะลาเรนดอครอบครัวเราสิ่งทำสิ่งที่ผิดคิดต่อเฉยอย่าดิดายูเซอร์ฟังงี้นบีมูซารับไม่ได้นะเคเดพวกอย่าเคเดกัตโต้อัดเดอร์ปอปราวฮะกัตโต้เขาเป็นปุโนห์ตัดดิเพราะมีกษัตริย์ที่ซอลิมเขาจะมาเอาทุกลำเรือที่มีอยู่เดี๋ยวนกับปักไปอับิปราวนะภาษาตู้ถ้าลูดิไมเคิลปราวฮะทมุตัดดิจะตามไปลองดูอัลลอฮฺตะอาลาสอนให้กับท่านเคดิรสิ่งที่นบีมูซาไม่รู้ซอส่วนเด็กที่ท่านได้ฆ่านั้นเด็กคนนี้พ่อแม่ทั้งสองนั้นเป็นคนที่มุหมินและเด็กคนนี้จะเป็นคนที่ไม่ดีเด็กที่ไม่ดีแล้วก็เนรคุณต่อพ่อแม่ฟะคอชีนาอันยูริฮุกะฮุมาตุฆยานันวะกุฟรอนายหวังว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้เปลี่ยนได้เอาลูกคนอื่นให้เกิดมาดีกว่านี้เกลยะดีนบีไคดิรท่านไคดิรรู้ว่าเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่เลวและก็เด็กที่ไม่ดีในเวลาหน้าพอสัตว์เดียวบุนุดอันนี้ความรู้นี้นบีมูซาไม่มีอัลเลาะห์ตะอาลาไม่สอนให้กับท่านนบีมูซาส่วนรัวที่ท่านนบีไคดิรได้ก็ขึ้นมาพอนบีไคดิรบังงูสมุลาฮะไคดิรบังงูสมุลาตะดิท่านเคดิรบอกว่าวะอัมมัลจิดารุฟะกานะลิกุลามัยนยะตีมัยนฟิลมะดีนะมีทรัพย์สินสมบัติอยู่ใต้นั้นวะกานะตะห์ตะฮูกะซุลละฮูกันซุลละฮูมาวะกานะอบูฮูมาซอลิฮาอุลกานอพ่อแม่เป็นคนดีเป็นคนที่ซอลิฮอัลลอฮ์ตะอาลารักษาดูแลทรัพย์สินของนั้นเพื่อไม่ให้คนอื่นดูว่ามีทรัพย์สินอยู่ในนั้นคนอื่นจะมารับแทงท่านลูกทั้งสองอัลลอฮฺตะอาลาจักกอฮาร์ตันโนนี่ภาษาตุเคเดบังมุสมุลาปากาตักเซวินาปอฮาร์ตกะกะมาดดัลเลนิยะดีอิบนุกะซีรบอกว่าวะกานะอบูฮูมานี่ไม่ใช่อับไม่ใช่พ่อ tapi nenek yang ketujuh คนที่เป็นพ่อระดับที่7 nenek ikutlah gapo nang sampai ketujuhด้วยดุอาของท่านลูกหลานคนที่7อัลเลาะห์ตะอาลาจักโกลากิอัลลอฮุอักบัรฟาซาตุอุลามะห์บอกว่าพ่อที่เป็นคนที่ซอลิห์ไม่ต้องห่วงอัลเลาะห์ตะอาลาจะดูแลลูกของเขาไปฟาซาตุคัลซาปอรุสิงkepada นอสอนให้ลูกเป็นคนดีแน่นอนอัลเลาะห์ตะอาลาจะดูแลลูกของเราเพราะนี่แกดอชะฟาซาตุ
Kalau kita sayang kepada anak kita, bukan sekadar kita punya harta, macam sapsin, macam ทุก สิ่ง ทุก อย่าง ที่ เรา ให้ กับ เขา แต่ ว่า ถ้า เรา รัก ลูก ของ เรา จง ให้ เรา นั้น เป็น คน ดี Nah, pasal tu dalam ayat banyak Allah Ta'ala cerita tentang anak. Nah, kalau anak kita sayang kepada anak kita jua hari ini insyaAllah Allah Ta'ala akan dulai raksa luk kong rau langcak rau seciwit pailau. Itulah lebih kurang masa yang ada sedikit sangat. Tapi walaupun ni suandang kong ti Allah Ta'ala dai kelau naik suratul kahfi sing ti rau mikiru makon. Nah, sekadar tu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى
قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرا بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي
ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعنت الوجوه
للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك
آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية لله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على شهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عن مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعله لنا في
القبر مؤنسا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة هاديا وإماما وإلى الخيرات كلها هاديا وإماما اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا ونبوء لك بذنوبنا ونبوء لك بذنوبنا فاغفرها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا تؤاخذنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا اللهم لا تؤاخذنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين واغفر لنا ولآبائنا ولمن لهم فضل علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل كل عمل صالح يرضيك عنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأحوال والأعمال فلا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فلا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك مما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان وتوفنا وآخر كلماتنا في الدنيا لا إله إلا الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.